أنا غنقول واحد المقولة كان قالها الله يرحمه الحسين السلاوي، يا غريب ليك الله. فسي محمد خدير الله يرحمه عاش غريبا ومات غريبا، ما خداش حقه الصراحة، هي هذه تكون واقعية. خدم الراجل، كان كيخدم بصمت، الراجل كافح ناضل، خدم أعمال ما تخلش فيها إلى اليوم. يعني أش غنقول لكم، يعني السي المرحوم خدير الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات كان رجل وفي الميدان الفني ديالو. واحد المرة كنا في شي جولة، أظن مسرحيتها كوارة، وكان الأستاذ أنوار الجندي ديما في الجولة كيشد لي البيت أنا وياه. إوا كنجلسو ندردشو ونضحكو. واحد المرة قلت له السي خدي، دابا إلا عطاك الله شنو الأمنية شنو دير؟ قال لي اش نقول لك، ما نكذبش عليك، غادي ندير واحد المسرح صغير، يعني كيهز شي 50 الناس، وهذوك ال 50 الناس غادي نجيب غير الأصدقاء ديالي، وغنبداو نتذكروا على ايامنا وعلى ثمنا اللي دوزنا فقط. يعني الرجل كان رغم انه كان شبعان، يعني ما عنده غرض الفلوس، يعني كيشوف الاعمال الجيده، كيشارك في الاعمال اللي مزيانه. يعني رجل رحمه الله كان يعني ما يتعودش لا الان ولا في المستقبل.